مشاهدينا الكرام مساء الخير، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم في الصميم، وهو آخر عدد في هذا الموسم. وسنسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ستكون على عاتق الحكومة الجديدة تحقيقها وفق مخطط الإنعاش الاقتصادي بهدف انطلاقة تنموية اقتصادية حتى وإن كانت تدريجية لكنها مستدامة، مهدت لها معالم مسار الإصلاح المؤسساتي السياسي لكي نتوجه بخطى ثابتة نحو معالم الجزائر الجديدة. ولكي نفصل في الموضوع معنا أستاذ محمد بخاري، أستاذ وخبير اقتصادي، مرحبا بك. شكرا للاستضافة وتحية للمشاهد الكريم. شكرا لك. ومعنا أيضا أستاذ حاج بن شرقي بن يحيى، خبير في القانون والاقتصاد، مرحبا بك. شكرا جزيلا للاستضافة، تحية للمشاهدين الكرام. شكرا لكم. إذن في البداية أستاذ محمد بخاري، قبل أن نتحدث عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الجديدة المنتظرة، من الضروري العودة إلى تأثير مسار التغيير الذي سطره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال إصلاح مؤسساتي سياسي ضروري للتمهيد ويرافق خطة الإنعاش الاقتصادي. أي السؤال، ما هي أهمية الاستقرار المؤسساتي السياسي على المستقبل الاقتصادي للبلد؟ شكرا على السؤال، وهو سؤال مهم جدا. فأي اقتصاد مهما يكون يحتاج إلى ظروف ومناخ معين، وكما نعلم يعني حتى نبقى في فقط في الجانب الاقتصادي، هنالك يعني البنك العالمي له تصنيف عالمي ويسمى دوينج بيزنس، وهو يعبر عن مناخ الأعمال. وهذا المناخ الأعمال مرتبط بمجموعة من المتغيرات ومن المؤشرات، ومن بينها هو الاستقرار السياسي والاجتماعي في بلد معين. وبالتالي فإذا كانت الظروف غير مواتية وغير مستقرة فلا يمكن أن يكون ينهض استثمار. نعطي مثال بسيط، إذا جاء مستثمر من الخارج وأراد أن يستثمر في البلاد وكانت الأوضاع السياسية اقتصادية غير مستقرة، بطبيعة الحال فسوف يفكر مرتين قبل أن يستمر في الجزائر. ولذلك فالانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، والمرحلة الأخرى هي التي مرحلة كما سميتيها مرحلة الجزائر الجديدة، ويتمتع باستقرار سياسي بامتياز. وهذا جعل مرحلتين، وشفنا أن المرحلة الأولى هو الدستور الجديد، وبالمناسبة الذي أدخل مفاهيم جديدة مهمة جدا جدا جدا، وهي خاصة مفهوم تاع الحكم الراشد، لا بون غوفيرنونس ولا ترانسبارنس، يعني والشفافية، لأن الحوكمة في الشأن العام هو مهم جدا، وتعطي ان سينيال، يعني تعطي مؤشر بالنسبة سواء بالنسبة للخارج او بالنسبة الى الداخل، على ان هنالك توجه نحو حوكمة رشيدة، وأن يعني الحوكمة في المستقبل ستواكب المطالبات الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة. والمرحلة الثانية هي مرحلة مهمة كذا جدا، وهو وجود السلطة التشريعية، وليس فقط السلطة التشريعية، لأن ما يهمنا كذلك أنه هو الجانب الرقابي في الموضوع. فشفنا أن دائما يجب تكون عندنا طرف وقاضي، يعني بارتي اي جوج، بمعنى انه عندما الانسان يقوم بشيء يجب ان يقيم العمل تاعه حتى يحسن الاداء. وبالتالي يعني وهذا آلية تقييمية ورقابية في نفس الوقت بطبيعة الحال. وبالتالي هذا هو الدور الذي ننتظره جميعا، لأنه كنشوف حتى نتائج الانتخابات التشريعية انه واضح ان نقدر نستخلصوا يعني من ناحية الإحصائية نستخلصوا نتيجتين. النتيجة الأولى هو أنه يعني غالبية الأصوات راحت نحو أحزاب التي نسمى نفسها بالتيار الوطني، والتي تبنت قبل الانتخابات تبنت برنامج رئيس الجمهورية، معناتها بأن الشعب كأنه يقول لك نعم نريد أن نجسد، احنا متفقين مع برنامج رئيس الجمهورية ونريد أن نجسد هذا المشروع في أرض الواقع. من جهة ثانية، جهة الإحصائية الثانية التي يمكن أن نلاحظها من ناحية التوزيع، فالتوزيع الإحصائيات جاء متعادل موزع على مجموعة من الأحزاب، معناتها بلي هنالك نريد أن نسائل الجميع، نريد أن كل واحد يتحمل مسؤوليته في بناء هذا الجزائر الجديدة، وأن يلعب بالتالي أن يلعب دوره الرقابي الذي ننتظره، لأننا نريد ليس فقط
نتائجا وإنما نريد نتائجا بتقييم حتى نحسن الأداء ونكون كلنا استفدنا من الموضوع. لأن دائما في نفس السياق، السياق السياسي الإصلاحي المؤسساتي بناء مؤسسات الدولة، كيف يؤثر على هذا الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يعني والتوجه نحو تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي التي تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية؟ شكرا جزيلا. أظن أنه في نفس السياق اللي ذكره الأستاذ، إذا كان أردنا أن نتحدث عن مناخ اقتصادي لا يمكن أن نتحدث عن المناخ الاقتصادي في حد ذاته على حد المنفرد، وإنما هو كل تندرج فيه كل نشاطات الدولة أيا كانت. احنا لو نجو مجبرين على أنه نذكروا أنه مرينا بمراحل. المرحلة الأولى الإصلاحية كانت هي انتخاب رئيس السيد رئيس الجمهورية. انتخاب السيد رئيس الجمهورية سبقته حملة انتخابية وين قام بتقديم وعود. هذه الوعود رانا نشوفوا التجسيد تاعها درجة بعد درجة، التزامات بدينا نشوفها تتجسد في الواقع. أولها هو الانتخابات أو الدستور، تنقيح الدستور، تعديل الدستور، وين أصبح عندنا دستور يتيح المجال إلى المجتمع المدني، وهي فكرة هامة ومهمة جدا. لأنه اليوم ما وصلنا ليه، ما وصلت ليه اليوم الجزائر، هو نتيجة لتضافر جهود كل فئات المجتمع المدني والدولة في حد ذاتها. يعني المرافقة هي اللي جعلتنا نوصل اليوم إلى انتخاب برلمان. أقل ما يمكن القول عليه هو أنه برلمان منتخب بطريقة نزيهة مقارنة بسابقيه. يعني اليوم أصبح عندنا برلمان يمكننا من تشريع قوانين ونقل انشغالات المجتمع، بالإضافة إلى ذلك مراقبة ومساءلة السلطة التنفيذية التي يرتقب أن يتم تعيينها في أجل قريبة جدا، أو في ساعات، ممكن ربما في ساعات قليلة. الآن ما هي التحديات؟ تحديات أنه إذا كان أردنا التحدث عن اقتصاد، لا يمكن أن يكون هناك أي اقتصاد إن لم يكن هناك استقرار سياسي واجتماعي، ولن يتأتى الاستقرار الاجتماعي إلا بمرافقة المجتمع المدني. يعني يعول في هذه المرحلة، يعول على المجتمع المدني من أجل إنجاح هذه المرحلة. أما من ناحية الاقتصادية، أظن بأن العمل أو المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي ستعين مستقبلا ستكون مسؤولية ثقيلة جدا، لأن المجتمع ينتظر الكثير. وعدنا بجزائر جديدة، كيف يتأتى لنا أن تكون جزائر جديدة بوجهات نظر جديدة؟ يعني باقتصاد، بانتعاش وإنعاش اقتصادي كبير، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق الكفاءات والدراسة الميدانية للوضع، الدراسة الجدية الميدانية للوضع. ولكن من أجل الاستثمار، أظن أنه اليوم لازم نغير وجهة النظر. بما أنه نتحدث عن جزائر جديدة، يجب أن نتحدث على اقتصاد فعلي حقيقي وقائم بحد ذاته. On doit arrêter de penser à la rentabilité ou bien la rente. Il faut qu'il y ait une rentabilité et pas une rente. بدل الريع، يعني بدل الريع يجب أن تكون مردودية. بدل الريع يجب أن تكون هناك مردودية، يجب أن يكون هناك اقتصاد نتيجة لعمل مبذول يعطي حقيقة ويعطي فائدة بين نقدر نلمسوها ونقدر نجسدوها ونقدر نحتسبوها. نعم بالفعل. إذن من مراسم تكليف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن الذي له مسار ثري في مجال المالية وفي الاقتصاد، وأكد حتى أن الرهانات الاقتصادية والتنموية، وأكد أيضا التزامه بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي بادر به والذي يسمح بالانطلاقة الاقتصادية المرجوة. شكرا. سؤال مهم جدا. يعني اختيار، يعني اليوم كوزير أول هو استنشاف دوركستر، يعني منسق أو منسق الجوكر كيف يقولوا باللغة العربية. عندما نشوف هذا الاختيار، أظن بعد انتهائنا من المسار السياسي نجب التوجه نحو المسار الاقتصادي، وبالتالي فمن المنطقي أن يكون إنسان متمكن من ناحية الاقتصادية، وهو الشيء الذي نشوفه في مسار السيد الوزير الأول، الذي هو متمكن من حيث مساره من ذراعي أي سياسة اقتصادية، وهو السياسة النقدية والسياسة المالية.
اولا كان هو وزير، كان هو محافظ السابق للبنك المركزي، وبالتالي هو ملم بكل الشؤون النقديه لا بوليتيك مونيتير، ومن جهه اخرى كوزير بالماليه هو ملم بكل الشؤون الماليه وبالتالي لا بوليتيك فينانسيير. وما كذلك ما هو الشيء الجميل فيه وهو الاختيار الذي يعني راه وجد موفق من طرف السيد رئيس الجمهوريه، أنه في وزارة المالية تتعامل مع كل الوزارات من حيث البيجي، وبالتالي فإنه أظن أنه يعني مطلع على القطاعات، مطلع على كل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي فيمكن له أن يلعب بسهولة يعني دوره كمنسق. يبقى فقط الاختيار يعني الوزراء الذين سيكونوا معهم في الحكومة بطبيعات، اذا نقدر نقول يعني مجموعه من الخصائص الذي يعني ننتظرهم احنا كخبراء في المجال، ان تكون هنالك خصائص يعني دو سافوار فيغ، يعني في تحكم في المجالات وفي الميادين تاعها، في التحكم يعني اول شيء راح يكون حكومه كفاءات، حكومه كفاءات يعني احنا ننتظر ان تكون ان الوزير ان يجب ان يكون ذو بصيره، عنده فيزيون. لماذا؟ اولا لانه احنا كنا متفقين على برنامج رئيس الجمهوريه، وخاصه متفقين على ورقه الطريق، ورقه الطريق اللي هو تجسيد الاستراتيجيه اللي وضعها السيد رئيس الجمهوريه. وسيد رئيس الجمهوريه حدد مجموعه من القطاعات، قطاع صيدلي، قطاع التحويل، قطاع التحويليه، المناجم، الزراعه، مؤسسات الناشئه، وقصات المعرفه وغيرها، مجموعه من القطاعات والتي نريد ان ننميها. يبقى سؤال كيف نجسد، لان هذا هو السؤال، كيف نجسد، كيف ننمي قطاع مثلا قطاع المناجم، او كيف نخلق قطاع صناعه تحويليه، هذا هو السؤال كيف. وبالتالي يجب ان يكون الوزير له تلك البصيره، يعرف في غضون 3 سنوات او 4 سنوات القادمه ما هي الخطوات. احنا نسموهم في التقييم نسموهم لي جالون، كومومات دي جالون، يعني باش نعرفوا ما هي الخطوات التي، او بالعربيه نقول المحطات، ما هي مرحله بمرحله ما هي المراحل الاساسيه. هذه اولا. ثانيا يجب ان تكون له القدره على تحويل تلك المحطات الى خطه عمل، يعني بالتدقيق ماذا يجب للوصول الى المحطه الاولى او المرحله الاولى، ماذا يجب ان نعمل بالتفصيل، من، متى، كيف، لماذا، كل هذه الاسئله يجب ان تجاب عليها وفي اطار زمني محدد. ثالثا ان تكون له القدره على التقييم، فعندما تدير اي خطه اقتصاديه فيجب ان يكون عندك مجموعه من المؤشرات، مؤشرات الاداء، لي انديس دو بيرفورمانس ولي كريتير دو بيرفورمانس اللي يكونوا عندك، وكيف ان تقيسهم، وكيف ان تتابعهم وتقيم، لو سويفي ايفالواسيون، يعني في تقييم عملي لادائه، حتى يمكن له ان يعرف يعني كل ما هو سلبي وايجابي، ما هو سلبي وكيف يعني كومون يغوميدي، يعني كيف يعاود يولي اذا كان لقى حلول ناجحه، حلول ناجحه في حال. هذه النقطه الثانيه. النقطه بالنسبه الى لو سافوار اتر، يعني الجانب النقطه اللي هو متعلق ب الاداء، يعني حسن الاداء كشخص، فهنا يعني اولا انا اعتبر انه اظن ان كل الشعب يعني متفق معي ان ننتظر يعني ان تكون نزيها. يعني يجب ان نجسد الدستور عندما يتكلم عن الحكم الراشد وعلى الشفافيه، يجب ان تكون النزاهه والشفافيه في هذا الانسان حتى نثق فيه، لان المشكل هو بين الحاكم والمحكوم، كي لاننا اصبح الثقه انكسرت، الحقيقه واقع يعني ورثناها من ممارسات سابقة. وحنا وانا بين قوسين، يعني بين ضفرين، يعني الحكومه السابقه ادت ما عليها كان تحسن في ظروف يعني كانت صعبه جدا. نعم. الكوفيد، انخفاض اسعار البترول، ممارسات تاع التجاره الخارجيه تاع لي سيرفيكت فاكتوراسيون غير 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 سويه والى اخره، يعني مجموعه منها، وقامت يعني بمجهود يعني. نعم. يجب ان نحييها على المجهود اللي قام به، ولكن ما زال هنالك فجوه، ويجب هذه الفجوه ان تذهب وتبدا هذه عن طريق انسان عندما يكون فيه هذه الشفافيه وهي فيه النزاهه. كذلك ان يكون فيه الانضباط. فالانضباط بمعنيه الاثنين، الانسان عندما يقول ينضبط انه عنده عمل لازم يقوم به، يحترم الايرارشي تاعو، وانه يكون يعمل في اطار فرقوي. لان قلنا الرئيس السيد الوزير الاول هو
قائد الجوق يعني الشيف دوركاستر، يعني معناتها بلي ان كل وزراء يمشون في كفرقه واحده. لا يجب ان يغلب، خاصه اذا كانت الحكومه من مكونه من احزاب سياسيه اللي عندهم ممكن حسابات سياسيه، يجب ان تكون هنا له دائما وضع المصلحه العامه قبل المصلحه الخاصه، يعني قبل المصلحه الحزبيه، يعني بعيدا عن الاختلافات والتيارات السياسيه. بارك الله فيك. وبالتالي لازم تكون هذه تكون نقتضل. شكرا جزيلا. يعني والله انا في هذا السياق حاب نقول انه نظن انه الاختيار تاع السيد رئيس الجمهوريه للسيد الوزير الاول جاء بناء على ماضي، يعني كان الهدف منه والغايه منه هو تصحيح مسار سابق. نفسر أكثر. اليوم لدينا وزير، لما تحدثت عن الكفاءات، بالفعل لدينا وزير لا يمكن مناقشة الكفاءة نتاعه، لأنه تقلد مناصب وين إلايتي فورجي، إلايتي يعني تقلب مناصب، ما بقيناش أمام هذيك ما يسمى بالشهادات. أنا دائما نحب هذا الموضوع، الفرق بين الشهادات والكفاءات، المسار والخبرة. يعني الخبرة هي التي نمتلكها بعد التمرس في الميدان، وهو إنسان متمرس في الميدان. ضف إلى ذلك لو كادر دو ريفيرونس تاعو، الاطار المرجعي تاعو، الاطار المرجعي انه رجل قانون، انه عنده تكوين قانوني. هذا ما سيمكنه اولا وقبل كل شيء الاطلاع، لانه كل واحد منا عنده الاطار المرجعي تاعو. يعني الاستاذه بالحديد كصحفيه تنظر الامور من الناحيه الصحفيه، من ناحيه التقديم، من ناحيه، يعني كل في مجاله، كل في يبقى يغلب عليك دائما الاطار المرجعي تاعو، لو كادر دو ريفيرونس اللي توجور بريدومينا. هو راح يغلب هذا الاطار، انه كل الامور وكل الاجراءات وكل القرارات المتخذه يجب ان تكون قانونيه اولا، ثم يمكن تجسيدها في الواقع ثانيا. الآن أنا إذا كان حابين نتحدث على الحكومة أو التشكيل الحكومي، أظن أنه يجب أن نخرج من الإطار أولا الشعبوي، ما يسميه الأستاذ بالنزاهة أنا نسميه بالأخلاقة. وهنا سمحوا لي نستدل بسيدنا يوسف لما قال له إني أمين. سيدنا يعني مسؤولية وأمانة والتزام، الأمانة على المسؤولية أمام الشعب. سيدنا موسى لما جاءت البنت قالت له يا أبتي استأجره خير ما استأجرته فهو القوي الأمين. الأمانة هي الأساس تاع كل شيء، الحفاظ على مصالح المجتمع، الحفاظ على مصالح الدولة، هذا هو الأساس. من بعد تأتي ما يسمى بالكفاءة. أظن على أنه على كل وزير، خلينا نكون براغماتيين، أنه يدرس وضع حال، يفو إطابير أن إطاديليو. كل من سيستوزر أو يحمل حقيبة وزارية عليه أن يدوى كومونسي بار إطاديليو، عليه أن يقوم بدراسة وضع حال، لأنه لا يجب أن نطلب المستحيل من الطاقم القادم، هو مازال ما جاش وممكن احنا رانا نستناو في المستحيل. وما ننسوش بأنه يعني هناك استكمال لبرنامج قد يعني انطلق من قبل، بالفعل هذا اللي حاب نوصل ليه، يعني ضرورة استكمال بالفعل والتوجه إلى يعني استكمال هذا البرنامج. هذا هو مربط الفرس. علاش نقول وضع الحال، علاش نقول نيطا دي ليو؟ لأنه كاين برنامج ديجا راه موضوع ومسطر من طرف الوزراء السابقين. ما هو حسن؟ نستكمله؟ ما يجب تصحيحه؟ نصحيحه؟ ما هو خطأ يجب استبعاده؟ كاين أمور وين تتطلب مثلا من الوزير المعين أنه يتخذ قرارات آنية فيها، قرارات دي ديسيزيون انستانتاني. وكاين أمور تتطلب منه أنه يجتمع بالطاقم الوزاري نتاعو، بالطاقم تاع الوزارة نتاعو في حد ذاتها، ويدرسوا الوضع من أجل اتخاذ قرارات. وكاين أمور تستدعي منه اللجوء إلى ذوي الكفاءات وذوي الخبرات. هذا تريك تكنيك، وين يلفو كونستيتوي دي كوميسيون، لي كوميسيون فون ترافايي، تكوين لجان. اللجان هذو رايحين يعملوا، رايحين يديروا تقريرات، يديروا دي رابور تاعهم، وبناء على التقريرات يعني أنه يجب أنه ننتظر بأنه التغيير يأتي رويدا طبع. من أجل أن يكون التقرير التصحيح يكون سليم. نعم.
هذا هو الأساس نظن. نعم. إذن كما ذكرت في البداية في المقدمة أنه خطة الإنعاش الاقتصادية هي خطة نمو اقتصادي تدريجية، لكن يجب أن تكون مستدامة، وهو أظن البعد الأساسي لتطبيق وإيجاد التدابير اللازمة من أجل تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي مستقبلا، تدريجية لكن مستدامة. شكرا. يعني الاستدامة إذا مفهوم يعني التنمية المستدامة، يعني نعم. تقصد هذا يعني بالفعل. يعني بطبيعة الحال يعني أي اقتصاد، شوف الاقتصاد السوق، احنا رانا في اقتصاد السوق حتى ولو افيك دي زامبيرفيكسيون، بس رانا في اقتصاد السوق. والمعروف في اقتصاد السوق عنده مجموعة من العيوب، عيوب سواء كانت لأنه إذا تلقته أصبح متوحش ويدير لك أزمات اقتصادية، شفنا 1956 1929 1999 2007 2008، يعني في ضوابط في بطبيعة الحال ده هو يخرج عن السيطرة. معروف إنه ديجا تكلم عليه كينز في كتابه الشهير اللي قال بلي الاقتصاد السوق نغيف با أسوتو ريجولي، معناتها ما يقدرش يضبط نفسه بنفسه وبالتالي يجب تدخل. هذه من باب، وبالتالي هذا تؤدي إلى تدخل الحكومي، ولذلك تكلمت مقبلة تكلمت على السياسات المالية والسياسات النقدية بالإضافة إلى السياسات الهيكلية وسياسات الصرف التي تحدد هذه آليات الضبط الاقتصادية. ولكن الإشكال في الاقتصاد السوق أنه كذلك له عنده تداعيات اجتماعية. قد يولد مثلا إذا أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى مثلا بطالة مؤسسات، إفلاس مؤسسات. دونك هذا معناتها نشوفوا بلي هنالك تداعيات اجتماعية قد يؤدي الاقتصاد إلى تفاوت المداخيل، لزينيكاليتي دي ريفوني، واحد يخلص بزاف يخلص شوية. مثلا في دول أوروبا لاتينية عندهم هذا المشكل بزاف، يعني طبقة صغيرة 1% من النسمة عندهم 90% من المداخيل والباقي موزع على 99% من النسمة. هذا التوازن. دونك بالتالي فإن هناك تداعيات اجتماعية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار عندما نبني اقتصاد. والنقطة الثالثة المزج نساوها، ولذلك فإن السيد رئيس الجمهورية تكلم على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، ولكن السيد في الجمهورية كذلك تكلم عليه خاصة في خطة العمل تاعو على البعد الثالث والبعد البيئي ما نساوهش، لأن هنالك التزام الجزائر نعم نحو هذا. وحتى شفنا بني في الدستور الجديد لوكناس اصبح لوكناس او هاي معناتها الاجتماعي الاقتصادي الاجتماعي والبيئي زنا كلمه البيئي. هذا مهم جدا، معناتها بلي اذا كان في القانون الاساسي الجزائر ادخلت هذا المفهوم، وحتى كان تحت امور اخرى في اقتصاد في البيئه، معناتها بلي هنالك يعني سيت توندونس دو فون، توجه عام في الدولة الجزائرية نحو التوجه نحو إدراج الجانب البيئي في الاقتصاد. والبيئة هي في حقيقة الأمر كذلك هي تكلفة بالنسبة للاقتصاد، هنا بل لزيكسترناليتي نيجاتيف، معناتها بلي هنالك هي تكلفة. مثلا بيسكو أخ الزميل راهو في مؤسسة اقتصادية تاع المحروقات، عندما هي تنتج المحروقات فهنالك انعكاسات بيئية، انعكاسات بيئية اللي راح تنعكس على صحة تاعنا وكل كمواطنين. ولكن المشكل أنهم ليس المؤسسة تدفع، ولكن احنا نروحوا بعد فقط للطبيب أو أن الدولة التي تدفع مقابلنا. وبالتالي فإن للتلوث بصفة عامة هو كذلك له آثار اقتصادية وهو تكاليف على المجتمع، وبالتالي هنالك علاقة ما بين وطيدة ما بين الاقتصاد والبيئة. ولذلك فالأبعاد الثلاثة عندما ندخلهم فيما بعد نتحصل على ما يسمى بمفهوم التنمية المستدامة، والتي هي توجه كما قلنا une tendance de fond اللي راهي في الاقتصاد الوطني. نعم. في أبعاد المخطط الإنعاش الاقتصادي 2020-2024 أيضا تحقيق الأمن الطاقوي، الأمن الغذائي أيضا، وفكرة الأمن وجدت حتى في الأمن القانوني في ديباجة الدستور. يعني ربما هو مفهوم الآن أصبح مرتبط بكل يعني المجالات التي تعني الدولة وتعني أيضا تحقيق هذه البرامج والاستراتيجيات. هذا المفهوم وفي هذا السياق بالذات يجي لأنه on évolue dans un monde général, dans un climat mondial. الجزائر تعيش في مناخ عام. هذا الأمر اللي خلينا أنه ما يتعلق بالبيئة أو كل ما هو بيئوي رانا نتطرقوا له أساسيا. الهدف ليس هو البيئة كبيئة وإنما هو المجتمع. تلاحظوا بأنه الآن بالفعل on parle de la transition énergétique. الانتقال الطاقوي من أجل أن أمنوا الطاقة للمجتمع في كل الظروف وفي كل الأحوال.
ولكن أنا نحب نرجع إلى أنه الغاية والهدف من كل هذا، الغاية والهدف من كل هذا هو استدامة لا بيرينيتي لا كونتينيتي، التنمية المستدامة. هذا هو المقصود، أنه اليوم يجب أن نصل بالمفهوم أن نغير الذهنيات، يجب الانكباب على الذهنيات، لأنه كل شيء تبنى على المجتمع. يعني يجب أن نقلب التفكير نتاعنا في فترة سابقة أيضا من التبعية للمحروقات اللي هو ربما المحور الأساسي والجوهري في خطة العالم. والله أكثر من هذا الشيء، أنا حاب نروح الموضوع أعمق من هذا الشيء. يعني اليوم كنا ننظر إلى هذه الحكومة ما يجب أن تقدم، نعم، ولكن إلى الدولة ماذا يجب أن تقدم، ولكن هل سألنا أنفسنا ماذا يجب علينا أن نقدم نحن كمجتمع مدني؟ لأنه مجردين كمجتمع من أي مش حتى مجتمع مدني، كمجردين من أي صفة أوني دي زاكتور، مجردين من أي صفة، سواء صفة الموظف أو صفة الإطار أو رانا يعني فاعلين، رانا فاعلين بصفة مواطن، راك فاعل. يعني يجب أن تتغير الذهنيات، يجب على كل منا أن يقوم بدوره من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة. أما بالنسبة للأمن القانوني، بالفعل إذا كان تحدثنا على النشاط الاقتصادي أو النشاط السياسي، أنا نقول دائما في كل البلاطوهات أنه لا يمكن لأي تصرف سواء كان إداري أو غير ذلك أن يهرب إلى عن أن يهرب عن الصيغة القانونية أو الطابع القانوني. aucun acte de gestion ne peut échapper à l'habillage et l'ancrage juridique. في أي أمر نقومه به كاين تصرف قانوني. في الطريق نتاعك وانت تمشي وتلقى ان ستوب وتحترم لو ستوب، تحترم إشارة قف، راك قمت بفعل قانوني. في المؤسسة نتاعك وانت تتاخذ قرار منح العطل او عدم منح العطل، تسيير الكوفيد، الا وتخضع للقانون. الان الجزائر اذا كان تحدثنا عن الاقتصاد وحابين نكونوا براغماتيين، يجب ان ننظر الى الخارج، يجب ان ننظر الى دول الجوار، لي بيي سوبساريان اي لي بيي افريكان، مؤسسات دول الساحل والدول الافريقيه. اذا كان حابين نروحوا، يجب ان تتغير الكثير من المواد القانونيه من اجل تشجيع الاستثمار، والاستثمار لازم، يجب ان نقلب الفكره، ليس فقط الاستثمار المستثمر اللي يجي للجزائر، لما لا نحن اللي نروحوا نستثمروا في الخارج. اذا يجب اعاده النظر في الترسانه القانونيه الجزائريه. بالفعل من ابعاد مخطط الانعاش الاقتصادي طبعا اخراج البلاد من التبعيه الاقتصاديه كما ذكرت للمحروقات، برفع نسبه الصادرات خارج المحروقات. وحسب المؤشرات الاخيره يعني التي نشرت من وزارة التجارة، معالم بدأت تثمر، حيث عرفت فعلا الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا ب 81.80% خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2021. إذن هي حصيلة إيجابية وبوادر ربما تمهد لي يعني ربما مستقبل أحسن في هذا الجانب. شكرا على السؤال هذا، وصح حقيقة هي بادرة إيجابية، لأن كنا شفنا في ورقة طريقة رئيس الجمهورية، دائما كان السيد رئيس الجمهورية كان دائما يقول بأنه لازم نخرج من الاقتصاد الريعي، ها دونك سون ابل ليكونومي بازي سور لي ريسورس، يعني التبعيه للمحروقات. الاقتصاد مبني على الافيسيونس، مبني على الكفاءه. الكفاءه معناتها بلي عندك القدره على انتاج وتصدير ولا عندك دور في الاقتصاد العالمي. يجب ان نتبادل. احنا اليوم عندنا الدور تاعنا هو اننا رانا نبيعوا محروقات ورانا نجيبوا، ولكن نريد ان نخرج ان كري دو لا فالور اجوتي اور بخارج القطاع المحروقات. وهذا يعني ما شفنا بان موبيليزاسيون، كان هنالك مجموعه من التدابير تمت في قطاع مختلف القطاعات، وشفنا في سواء في قطاع التجاره او سواء في قطاع الماليه عن طريق البنك المركزي عندما دارت قوانين جديده سمحت لي بالنسبه دوميسيلي والتصرف في الاموال الصعبه اللي اعطت ديناميكيه جديده. ولكن انا خليني نقول لك باللي ليس فقط هذا، أنا أعطي شوية الفضل لسيد الوزير الأول. نعم. بصفته كوزير للمالية، لأن أنا بدينا نشوفه كذلك ثمرة شيء آخر، وهو على ديفالواسيون دو دينار. نعم. انخفاض قيمة الدينار أدت إلى أن تكلفة تحصيل تاعنا بالنسبة إلى الأجانب أقل. نعم. وبالتالي عندنا ميزة تنافسية، وبالتالي بطبيعة الحال راح تكون زيادة في الصادرات. وهذا يعني العمل اللي قام به أنا شخصيا، كنت
كتبت في هذا الموضوع وقلنا تكلمنا على كيف يعني كيف كومون دو افير اون ديفالواسيون يعني كيفاش تكون هل تكون يعني مرحليه او مباشره وتكلمت وصلنا الى نتيجه بانه يجب ان تكون مرحليه باش ما تكونش تداعيات اجتماعيه قويه على المجتمع ومن جهه اخرى لان ما عندناش اون باز ماش عندنا قدره تصدير قويه جدا يعني حتى ولا خفت اليوم الدينار خففته بقوة بزاف حيكون تداعيات مجتمعية ولكن ما عندكش واش تصدر بتلك القدرة وبالتالي فأحسن لا سوليسيون اوبتيمال أحسن حل هو التخفيض التدريجي وهذا التخفيض التدريجي أدى كما نشفنا اليوم أول بخطوة إيجابية أولى أنه زيادة الصادرات بقيمة كبيرة يعني بحوالي 80% وهذه في الأشهر الأولى تاع السنة هذه يعني هو هل يمكن بلوغ الجزائر مثلا هدفها من 4 إلى 5 مليارات دولار سنة 2021 باش نكونوا شوية واقعين هذا 5 شوية بزاف ولكن على أنا لكن نحن نتوجه نحو ربما نحو هذا يعني أنا نقول بتاتر يعني نكونوا 3 مليارات هذه السنة هذه ولكن المهم شنو المهم المهم انه هو التوجه الصحيح عندما تكون انت عندك هنا نشوفوا عندما العمل المفاهيمي لو طرافاي كونسيبتوال عندما تكون عندك تفكير وعندك نظره استشرافيه وعلى بالك وراك رايح النتائج تجي طبعا طول ولكن تقصر او تطول على حساب هذيك مكتوب ربي سبحانه ولكن تجي هذيك النتائج ولكن لازم تكون عندك هذيك النظره وهذا الشيء اللي نشوفه فيه ولذلك نستبشر خيرا بقرارات السيد رئيس الجمهوريه بتعيين خبير في الاقتصاد يعني وفي في الماليه في كوزير اول الذي سوف اظن ان يعطي ديناميكيه اكثر لعمل الحكومة بالفعل في نفس السياق نكمل الفكرة فقط نظن أنه النتائج الإيجابية رانا نشوفوها وراهي ملموسة لأنه في السابق لازم نربطوا كلش بالسابق لأنه في السابق كانت تجي تعليمات في شكل أوامر اليوم لا اليوم التعليمات راهي تجي في شكل ديزوريونتاسيون توجيهات يعني راهم يتركوا الأمر يعني طلعت على بعض التعليمات بعض الوزراء من وزارات متعددة إلى مسؤولي ومدراء ومدراء عامون ورؤساء مدراء عامون لمؤسسات ونشوف بأن التعليمات لما راي تجي اليوم راي تعطي ذوي الاختصاص أي تعطي ذوي الكفاءات الحق في أنه يقترح وفي أنه يبادر الآن إذا كانت التجربة نتاعنا في بدايتها ينتظر منها أنها تكون محتشمة ولكن رانا بالطبع ولكن أهم شيء أنه رانا نكتسب الخبرة كان عندنا فلاح في بسكرة مثلا جبت المثال فقط لا أخص بالذكر اللي يقوم بإنتاج طماطم مثلا ولكن كان في الذهن نتاعه أنه الطماطم نتاعه اللي ينتجها لازم يسوقها داخليا على أكثر حد يسوقها في المنطقة الشرقية نتاعه ولا في منطقة بسكرة يلحق الباتنة يلحق الخنشلة الأمر لا الآن لا أصبح أنه الفلاح يفكر أنه يصدر الطماطم نتاعه وهذا في حد ذاتها سي لو بوت أنه الغاية هو أنه نرسخ الفكرة إذا كانت توصلنا أنه نرسخ الفكرة إذا كانت توصلنا أنه نغير الذهنيات الطريق لو تران لي اون مارش لو تران لي سور لي راي ديجا دونك القطار راه فوق السكه الصحيحه وراه بدا يمشي وهذا هو المبتغى يعني لا يجب ان ننتظر تغيير بين عشية وضحاها والأهم أنه فيه أيضا تقييم صارم بالنسبة لكل هذه المراحل بالفعل يعني كما قلت ربما تشخيص للعراقيل تشخيص أيضا للحلول التي يجب إيجادها بشكل يعني فوري تدريجي يعني هناك متابعة أظن نجاعة خطة الإنعاش الاقتصادي تتطلب أيضا تقييم ومتابعة هذا ما يسمى بالحوكمة الرشيدة يعني قلنا أذكرت أنا قلت إذا كان استوزر وزير يعني كل وزير يستفاد من وزاره يجب عليه ان يضع ما يسمى بوضع الحال لي طادي ليو يتخذ القرارات يهيئ اللجنات من بعد واش لازم انه تكون عنده خطه تكون عنده استراتيجيه يكون عنده بصيره وما يسمى بالاستشراف ان بلان داكسيون هذا لو بلان داكسيون ما نتوقفوش عند وضع الخطه متابعه الخطه سي لو سويفي دو سو بلان داكسيون افيك ان تايمينغ افيك ان ديلي افيك ان طو دو رياليزاسيون قال اليوم وضعت خطه انه انا راني حكومه بور ان موندا دو 2 اني دو 3 زون دو هذه الحكومه يجب ان تصل في اجل شهرين الى النتيجه الف
في أجل 3 أشهر إلى أدنى إجابة، وتكون المتابعة من أجل تصحيح المسار، لأنه نتحدث على المعاملة مع التعامل مع واقع. يعني الواقع دائما يفرض عليك تغيير الخطط. سي بور سلا كيا لو بلان أ لو بلان بي لو بلان سي، باش نقدروا نغيروه في الوقت المحدد من اجل الوصول الى الغايه المنشوده. طبعا بالنسبه للحوصله فقط، يعني شفنا كذلك شيء ايجابي جدا بالنسبه للحكومه السابقه عندما لاول مره نشرت في نهايه السنه وبدايه السنه حصيلة القطاعات، وهذا شيء ايجابي جدا. هذا هو بدايه، هذا الجزائر التي نريدها. يعني دائما تكون لك شفافيه، حكم راشد، نديروا لو بيلون، ومش فقط يعني بين الحكومه، لكن هنا المواطن معني، يجب ان يطلع على كل ما هو متعلق بشؤونه. يعني وهذا قلت لك شيء ايجابي، انه تم يعني في الماضي ممكن كانت الحوصله كانت تندار، ولكن على في دون ان سيركل فيرمي. الان نشفناها بلي بالنسبه لكل الجمهور، وبالتالي فهنا معناتها بلي اليوم اصبحت عموميه علنيه، وبالتالي يسمح لنا كمواطنين، كخبراء، كاساتذه، كمختصين، كمعلمين، كمهتمين، تدخل ان نشوفوا ونفهموا. هو تقلص كذلك نوعيه كذلك الفجوه هذيك، لانه عندما انت طلع لي على النتائج نتاعك وانا نشوفهم، معناتها انه بدايه حوار انا وياك، راك تخاطب فيا بوقت الارقام، معناتها بلي راك تشاورني وراك تقول لي ها واش كانه بين قوسك تقول لي واش رايك، واش راك تشوفها، واش درت. صح يعني، وهذا هي بدايه تقليص الفجوه، وهذا الذي شيء الذي نبحث عنه ونريده ونثمنه ونريد اسمه كون تميد من فهم يعني فالوريزي اون فالوريزي لا شوز، باش في المستقبل تصبح عاده وسنه حميده نمشيو على هذا المنوال. حتى لما نتكلموا على هذا الجانب، فيه اقتصاد المعرفه ورقمنه هذه القطاعات التي اتجهت فعلا إلى استعمال التواصل عبر المنصات يعني الاجتماعية وعبر المواقع الإلكترونية. إذن اقتصاد المعرفة أيضا أصبح في صلب خطة الإنعاش الاقتصادي، وربما الشباب يعني اللي يتحكم في هذه التكنولوجيات بالنسبة لي يعني ربما الابتكار والإبداع والتوجه إلى المؤسسات الناشئة التي يمكن أن تكون أيضا محور ضمن تنمية الاقتصاد الوطني. طيب هذا محور، هذا شفناه في ورقة طريق تأسيس رئيس الجمهورية، أن اقتصاد المعرفة هو محور أساسي من خطة الاقتصادية نتاعو، وبالتالي هذا ما مفروغ الأمر منه. لكن مهم تجسيده، يعني ممكن نقوله مفروغ الأمر منه لكن تجسيده على أرض الواقع مهم، يعني الدفع وتشجيع هذه المؤسسات الناشئة، لأنه فعلا فيه مجال كبير للابتكار، وحتى أنه يعني نمدوا المجال للشباب أنه يساهم أنه يبادر، هذا مهم أيضا. إيه هذا شو قلت لك، هذا قلنا في البداية، قلنا أنه لازم خطة عمل تطبيقية يعني ملموسة، يعني إحنا قلنا على أرض الواقع. إحنا قلنا بلي أن السيد رئيس الجمهورية عنده نظرة، لا فيزيون استراتيجية كاينة، إحنا هاو الاتجاه كما قال، هاو الاتجاه ورانا رايحين. وش يعني رأيكم بالنسبة لتطور مؤسسات الناشئة إلى حد الآن؟ هل يعني فيها توجه نحو دعم هذه المؤسسات فعلا؟ شفناها يعني تسهيلات أيضا، هنالك تسهيلات شفناها في الحكومة اللي فات، هنالك ديناميكية حقيقية رانا نشوفوا فيها، ولكن ننتظر اكثر المزيد. يعني الان شوفوا، باش نكونوا صراحه، هذاك هو في برنامج السيد رئيس الجمهوريه. شوف انا عندما قلت لكم قبل ننتقل من اقتصاد مبني على الموارد الى اقتصاد على الكفاءه، كان الاقتصاد اللي يجي موراه هو مبني على الابداع. احنا لو ديفلوبمون تاع الجزائر مازال ما يسمحناش باش نروحوا للقطاع تاع الابداع، لكن نحطوا فيها رجل مع اقتصاديات المعاصره. يعني جاي يعني باش نحطوا فيها رجل، يعني مش معناتها بلي ما نقدروش نكونوا احنا على كيما اليابان ولا في امريكا في هذا نفس المستوى. لازم يعني يجب صار الانتقال الى هذا الحتميه، يعني اصبح حتميه. لازم دوك الوقت هادو لي موديل دو كرواسونس، هادو دو ديفلوبمون، هادو الاقتصاديات المعاصره الان، هذه فيها جوج مراحل حبينا ولا كرهنا. حتى اليابان بعد الحرب العالميه الثانيه وكانت قوة اقتصادية، ولكن بعد انهارت راحت إلى أصبحت أولا قوة صناعية وبدأت تصدر المجال، ثم أصبحت الآن قوة تكنولوجية وقوة في الإبداع. شوفوا الآن الصينيين نفس الشيء، هما صينيين اسمهم سي لوزين دو موند، معناتها ينتجوا هما أكثر في الصناعة، ولكن الآن بداوا يتجهوا نحو المرحلة الثالثة، مرحلة الإبداع وإنتاج أمور جديدة. دونك حنا كذلك ما نقدروش نفوتوا هذا المسار، ما عندناش مسار واحد آخر. هذا سي لو معروف، هذا الموديل دو بورتير معروف، تخدم به في جنيف، نسيت اسمه المنظمة العالمية هذيك. دونك انه يعني سيت ان موديل وين اون دوا باسي بار لي تخوا ايتاب، ما حبينا ولا كرهنا. دونك حنا رانا الان درنا استراتيجي باش نكونوا باس لا دوزيام ايتاب، نخرجوا من هذا الريع هذايا مع البترول اللي رانا تابعين على البترول فقط، مش معناتها نتنحوا عليه كامل، ولكن يبقى جزء
ولكن الأساس نتوجه إلى الصناعة القطاع الثانوي، ونوضع كما قلتي رجل في القطاع الثالث اللي هو قطاع الإبداع، لأن قطاع الإبداع هذا يعني ما راهوش سهل. يعني مثلا باش نديرو ستارت اب مثلا باش تكون ناجحة، في 100 ستارت اب تمتيب وحده زوج تنجح والباقي كاع ما ينجحوش، باش نكونوا واقعيين. باسكو اسمهم ستارت اب يعني مؤسسه اللي عندها مخاطر كبيره ومعدل نمو كبير جدا. دونك ماهوش كلهم ينجحوا، ولازم لهم كذلك تمويل كبير. نعم باش وهذا التمويل هذا يتوزع على مجموعه من المؤسسات. دونك اذا وعلى المؤسسات التمويليه على بالها لو كان تستثمر في تلك المؤسسات انها مش كلها راح تنجح، جزء منها حينجح، ولكن على دير في حسابها باللي اسمها الفي كما نقول ان باغي سور لو فيتور، تقول باللي انه اذا وحده نجحت ونجحت مليح في امكانيه يعني نقدر انا نرجع اموال كيما هذه. وهذا الشيء مثال تاع فيسبوك مثلا اللي في البدايه فقط نتخيلوا فقط بلي كان هذاك مارك زوكربيرغ عطاه له 20 مليون يورو دخلوا معاه، اليوم شركته تحلف 1000 مليار دولار. يعني احسب فقط يعني 1050 يعني 50 يعني القيمه تاع السوقيه تاع المؤسسات ب 50000 مره. وبالتالي هذا عمل مهم ولازم له خطه محكمه، ولازم ناخذ بعين الاعتبارات المسار التنموي تاع الجزائر. لذلك اون دو سو كونسونطري دابور على الاقل في الصناعات التحويليه تاعنا اللي هما سي الاساس. مهم جدا عندنا احنا فائض في الزراعه، كيفاش حنا يمكن لنا ان نحوله وباش نحوله الى تصدير. ممكن في صناعات البتروكيميائيه عندنا بترول، لماذا نصدر البترول؟ لماذا نصدر مواد بتروكيمياء او يعني توسكي اون افال تاع في البتروكيمي؟ اذا ربما احد محركات النمو الجديده التي تتمثل في التنميه الصناعيه. ما عندناش ربما توجه آخر، يجب أن نركز على التنمية الصناعية والصناعة التحويلية حاليا. هل يمكن يعني أن تحدثوا على أهمية هذا الصناعة والتنمية الصناعية والصناعة التحويلية حاليا؟ يعني أستاذ في 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 هذا السياق في هذا الباب أنا أفضل أن نكمل النقاش في الموضوع اللي بديناه ألا وهو اقتصاد المعرفة يعني وفئة الشباب والكفاءات. كل مجال عنده أهمية كبيرة في خطط الانعاش الموضوع اقتصادي. مهم جدا جدا، لأنه من غير صناعة ومن غير يعني إنتاج وطني ما نقدرش نحقق. والكل مرتبط والكل مرتبط والكل مرتبط والكل مرتبط. يعني لما نتحدث عن اقتصاد المعرفة أو نتحدث عن الاعتماد على الشباب، أظن في وجهة نظري أنه ليس خيار اليوم، إلزامية الاعتماد على الاقتصاد المعرفة وإلزامية الاعتماد على الشباب، لأنه اقتصاد المعرفة يتحكم فيه فئة الشباب. بالفعل هذا ثابت، هذا ثابت غير قابل للنقاش. فئة الشباب هي الفئة الأكثر تحكما في اقتصاد المعرفة، الإيكونومي دو سافوار. من هذا الباب يرجع الاعتماد عليها وجوبي أو إلزامي. ونظن أنه الأطر القانونية رأيت مشات مؤخرا، لو تلاحظي معظم الشركات الاقتصادية الجزائرية سواء كانت وطنية أو خاصة في إجراءات إبرام الصفقات يعتمدوا على فئة الشباب وعندهم أنكوتا في إنجاز المشاريع. يعني هذه التعليمات اللي حطت من الوزارات، من كل وزارة بعثت التعليمات اللي تجي على في شكل توجيهات، نقول دائما أنه يجب الاعتماد على الشباب. ما نلاحظه الآن من نشاط جمعوي في الستارت اب، باسكو سي كوا اون ستارت اب، سي اون ايدي، اتس جاست ان ايديا، فكره، اتس جاست ان ايديا، سي جوست فكره. على هذا الاساس انه الفكره هذه ممكن تنجح كما قال الاستاذ، وكاين اللي ما ينجحوش، المهم تلقى من يحتضن هذه الفكره. يعني الحاضنات اذا احتضنت الفكره وكانت مواتيه مع المناخ نتاعنا حتما رايح تنجح، والنجاح نتاعها رايح يدرب الفائده على المؤسسه اللي تبناتها. والاستاذ ذكر فيسبوك كم كنت سا كومونسي كوم اون ايدي، بدات كفكره. اذا اللجوء الى الشباب او الكفاءات الشبانيه واقتصاد المعرفه اليوم اصبح الزاميه. والحكومه الجزائريه او الدوله الجزائريه برمتها بما قامت به، وشفنا النشاطات، شفنا لا ديرنيير ريونيون في الاوبرا. دونك كاين نشاطات، نشوفوا نشاط يعني الساحه الاقتصاديه والسياسيه تعج بالنشاط في هذا المجال، مما يجعلنا نقول حكما بانه المجال مفتوح وان الظروف متوفره من اجل الوصول الى هذا الامر. الان لما نتحدث على الصناعات التحويليه،
أو نتحدث على تسير التنمية الصناعية أو التنمية الصناعية. دائما أنا نقول براغماتيا، نحب نكون براغماتي في النقاش نتاعي، أنه هنا يعول على الأفكار المدروسة، لأنه في بعض الأحيان فعلا يجب تحويل من أجل التصدير أحسن، وفي بعض الأحيان لا، يجب تصدير المادة الخام أحسن من تحويلها، لأنه لو كان تحولها وما عندكش وسائل تحويل رايح تتقام لك أغلى، الثمن تاعها ارتفع، وإذا كان الثمن تاعها ارتفع يعني هذه دراسة سوق. اي دون لو موند دو بيزنس سي تان موند فيروس، عالم متوحش. دونك إذا كان حولتها وما تحكمش في تقنيات وتكنولوجيات التحويل وصبحت لك باهظة، راك ما تقدرش تصدرها. يعني يجب التحكم في، يعني يجب التحكم في كل توت لا شين، في كل سلسلة، في كل سلسلة، واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت اللازم، لأنه القرار اللي راه صالح اليوم غير صالح غدوة. مثلا نعطي مثال، انا دائما نحب ان نشوف الجزائر لماذا لا احنا اللي نستثمروا في دول الجوار. المجال مفتوح، لافريكا سي تان بي فيرج ايكونوميكمون، ها يعني ما كاين المجالات كلها مفتوحه في افريقيا، ها في الدول لي بي سوباريان، دول الساحل المجال مفتوح. لماذا لا احنا بالخبرات نتاعنا؟ لا يجب ان ننسى بان الجزائر عندها كفاءات وعندها قوة إنتاجية كبيرة في كل المجالات. ضربت لنا سونيل غاز مؤخرا مثال واقعي، مثال ثابت، سونيل غاز في الستاسيون ديليكتريسيتي نتاع ليبيا، محطة الكهرباء في ليبيا اللي كانت معطلة، راحت فرقة من سونيل غاز ما شاء الله يزون ريغلي لو بروبليم 24 ساعة، تحكموا في المشكلة. أمر نفتخروا به. يعني هذه الخبرات، هذه الكفاءات التي يمكن أن نستفيد فيها حاليا، يعني في الآن نقدروا نبعثوا دي زيكسبير تاعنا بور اكومبانيين، نقدروا نبعثوا خبراء تاعنا من أجل مرافقة الدول اللي محتاجة إلى هذا الأمر. دول الجوار نتحدث دائما إفريقيا والدول البي سوبسارية، الدول الساحلية. ساحلية. تحسين مناخ الاستثمار ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي وضمن التحديات المستقبلية أيضا يتطلب ورشة الإصلاح المالي والمصرفي، أظن هذا شيء مهم جدا يجب يعني أن يجسد في أقرب وقت. بطبيعة الحال يعني مناخ العمل فيه بزاف يعني المؤشرات الاستقلال المصرفي هو من بين ديجا النقاط الأساسية اللي تم نتكلم عليها، هي النقاط على البيروقراطية. يعني قبل ما نروح للنظام المصرفي والمالي، يعني أولا يعني لأن البيروقراطية في حد ذاتها هي مشكل كبير في الجزائر، يعني عائق كبير في الجزائر. تحقق 1000 ورقة باش دير أمر شيء، ولذلك هنا نقدر نربطه بالرقمنة، أهمية الرقمنة، وين هنا ماذا بيا تكون عندنا مؤسسة يعني جزائرية. فعلا فيه تسهيلات كبيرة يعني بالنسبة لهذه القطاعات. يعني اسمحوا لي ولكن دقيقة اسمحوا لي، تبقى غير كافية يعني، تبقى غير غير كافية المؤسسة، تبقى غير كافية. ويجب أن نذهب إلى يعني عمل أكثر في هذا المجال. الآن بالنسبة للقطاع المصرفي والقطاع المالي، هنالك عمل بدأ يعني في القطاع المصرفي والمالي، وأنه مثلا اليوم شفنا في البنوك فرقنا ما بين رئيس مجلس الإدارة ومدير العام، هنالك حبوا يدخلوا ديز أدمينستراتور انديبوندون، هنالك إرادة لفتح جزء من رأس المال وبالتالي إنعاش البورصة، هنالك دور اللي نشوفه فيه أكبر وأكبر بالنسبة إلى البنك المركزي اللي حبي يتدخل في الموضوع. دونك هنالك يعني عمل، ولكن مازال ما صار شويه بعيد، لان احنا لازم نوصلوا الى اقتصاد وين تولي عندنا بنوك قويه جدا. لان اذا حبينا نروحوا الى افريقيا ولا حتى الى اوروبا، لماذا لا، يمكن عندنا منتجات يمكن نصدروها الى اوروبا، ولكن لازم المرافقه، والمرافقه تكون كذلك ماليه. وباش تكون مرافقه ماليه لازم عندك شركات اللي عندها اون اسيز فينونسيير، يعني دي بنك اللي عندهم صحاح. ما تقدرش تروح انت اليوم كنشوفوا لي زاكتيف، يعني الأصول تاع البنوك الجزائرية راهي بعيدة جدا 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 على أكبر البنوك العالمية حتى اللي موجودة في الجزائر كما سوسيتي جينيرال، ولا يعني لا يمكن المقارنة يعني بين رأس المال. وبالتالي أنت ما عندكش راسيس فينونسيير كبيرة وتروح كيفاش دير المرافقة تاعك. وبالتالي لازم احنا نتحول إلى نخلقوا، كيفاش نخلقوا منظومة بنكية تكون قوية جدا لترافق أولا الإنتاج والصناعة هنا في الجزائر، وأن ترافق كذلك نحو المؤسسات في الخارج. ربما تسمى بنك التنمية، بنوك التنمية يعني.
لحتى أي بنوك الموجودة، البنوك العمومية هذه يمكن أنها تتحول لماذا؟ ممكن البنك الجزائري الخارجي أو البنك البيانا ولا سي بي آ ولا يعني ولا البلابادر ولا البيانا، ما يهمناش. يعني كيف يمكن أنا ممكن أن غدا أن نتكتل أن نرفع رقم الأعمال؟ المهم أنه يجب أن نوصل إلى دي بيرفورمانس، إلى أداء ليسمح هذه المؤسسات باش تكون لها القدرة الكافية على أن ترافق سواء في الداخل أو الخارج هذه المؤسسات. وقلت لك بداية كخطوة أولى عن تحسين الأداء عن طريق التفرقة ديجا ما بين في مجلس الإدارة، ما بين مجلس الإدارة ومدير العام، ديجا أظن أنها هي نقطة جد إيجابية، وإن شاء الله تكون أحسن في المستقبل. إذن كلمة خلناش وقت يعني ربما كلمة الختام نربطوها بأننا عشية ذكرى الاستقلال وعشية يعني إحياء أيضا ذكرى الشباب، فمهم جدا أنه يكون فيه ربما استكمال لمسيرة الأجداد نحو مستقبل أفضل. نظن أنه كل واحد فينا يبدأ لازم يبدأ رحلة البحث من نفسه. إذا كان حبينا بالجزائر هذه توصل إلى مناص الدول المتقدمة، أظن أنه كل واحد فينا لازم يبدأ بنفسه. يجب أن نتوقف عن التفكير في القطاع العام فقط والاعتماد على القطاع العام، يجب كذلك الاعتماد على القطاع الخاص، يجب أن نتوجه إلى القطاع الخاص، يجب أن نذهب سويا، نضع كل الخلافات جانبا ونمضي قدما من أجل إنجاح الجزائر وإيصالها إلى بر الأمان. تفضل. أنا شخصيا تكلمت مقبلة على نقطة النزاهة والانضباط، قلت عند الوزراء وقول وأظن هذا هو ما ينتظره منا يعني أجدادنا وأبائنا، والمجد والشهود والمجد والخلود لشهداء الأبرار، وكذلك بالنسبة نتمنى أبواب الجنة يعني لمجاهدينا اللي توفوا والمجاهدين اللي بقوا، ربي إن شاء الله يطولهم في عمرهم وإن شاء الله يسد لهم خطاهم ويمتعنا إن شاء الله ربينا بهم إن شاء الله ويربي يطولهم في عمرهم إن شاء الله إن شاء الله. إذن شاء الله. شكرا لك أستاذ محمد بخاري أستاذ وخبير اقتصادي على كل هذه المعطيات. شكرا لك أستاذ حاج بن شرقي بن يحيى خبير في القانون والاقتصاد على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك. إذن أشكر مخرجة الحصة عائشة حمصي، مشرف الحصة لطفي سلمي، ورئيس تحرير الحصة الخاصة الأزهر ميرطلة. أشكركم مشاهدين على متابعتكم للبرنامج، أقول لكم إلى اللقاء.